بالبداية هناك خلط لدى الناس بين المياه الكربونية وبيكربونات الصوديوم. هذا الفرق وضحه الصيدلي محمد حسن. نتابع الفيديو. يا جماعة، في فرق ما بين المياه الكربونية وبيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم ده بودر، بيبقى مادة قلوية لما بتتحط على المياه وتتشرب ديت علشان تزود القلوية، وده طبعا ممنوع استخدامها لان دي بتقلل حمض المعدة بشدة جدا لانها قلوية. لكن الكربونيتد ووتر اللي انا اعنيها دي بتكون عبارة عن مية متقربنة، وخد بالك في مياه غازية بتكون كربونيتد يعني مقربنة، وفي مياه غير مقربنة. أما في مجال العناية بالبشرة فانتشرت مقاطع للتيك توكر أنجيلا ماي، وصل مجموع مشاهداتها على مقطعين لها أكثر من 9 ملايين مشاهدة. لنتابع ما قالته هذه التيك توكر. مشاهدات بالملايين، والتيك توكر لم تتكلم كلمة واحدة فقط. تابعنا أيضا في مجال مثل الرياضة أشخاص تحدثوا عن الموضوع بأنه عادة قديمة. Baking soda was considered a restricted technique by WADA, the World Anti-Doping Agency, in the 1990s. Why? Because it was so effective at reducing fatigue. How does it do it? Baking soda will bind with the hydrogen ions within the muscle and pull them out, thus reducing your fatigue. So if we want to talk about a great performance enhancer to add to your sodium, look no further than baking soda. ولأن بيكربونات الصوديوم مستحضر عجائبي، فأكيد صودا الخبز تزيل القشرة والشحوم من الشعر وتهدئ الحكة، طبعا حسب المؤيدين لهذه الفكرة. Hello.